نشرت المجلة الفرنسية الساخرة كانراد إنشين مقالا عن الأزمة الليبية، وكتبت عنوانا ساخرا: أردوغان هو الذي يلعب دورا صادقا في ليبيا. وفي فضيحة مهنية استغلت بعض مؤسسات النشر التركية التابعة للنظام الحاكم مثل وكالة الأناضول ووكالة الإخلاص للأخبار هذا المقال، ونقلته على منصاتها على أنه خبر حقيقي وليس ساخرا من أردوغان. ونقلته الوكالة على أن المجلة الفرنسية تمدح أردوغان.